أنا بشتغل في شركة من أكبر الشركات الأويل أند جاز، شركات الغاز والبترول في مصر، والحمد لله بحب شغلي ومرتبي يعتبر كبير، لكن من ساعة الدولار معالي بقى في نوع من أنواع الهلع وسفر كثير جدا من مديري إلى الخارج، وده ضعني في إحساس إن عاوز أهرب ومش عارف اللي أنا بعمله ده صح وأتعامل إزاي. أول حاجة بمعنى إن في ناس سافرت أو مشيت، ده قرارها الشخصي، انت قرارك ايه؟ ما ينفعش انك دايما تربط نفسك بالاخرين، ما ينفعش ان انا زميلي مشي لا انا لازم امشي، اشمعنى هو، لا 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 انا متوتر، لا انت فين؟ كل واحد بيحدد قراراته بنفسه. وعلى فكره مش كل الناس اللي سافرت مبسوطه، اعرف ناس سافرت بره وهي مش في اسعد حاجه. فخلينا نشوف بس القرارات المختلفه وفقا لقرارك، انت مرتبك كويس، عايش عيشه مستقره، انت احساس ان ايه ده، لا ده الدولار غلي، ده الناس هربت، ايه ده البلد هتقع، لا ان شاء الله البلد دي باذن الله ربنا يكون حافظها. دايما يكون عندنا تفكير ايجابي، انت ما دام مرتبك كويس، انت شغال في شغلانتك وكويس ومستقر ومبسوط، لا تربط نفسك ابدا 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 بالاخرين، خلي ثقتك بنفسك موجوده وقول يا رب وان شاء الله الارزاق بيد الله. لكن اوعى 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 انك دايما ايه ده زميلي مش انا لازم امشي، ده زميلي، اوعى تربط نفسك، ده المتلازمه بتاعت الاطفال في المدارس اللي يقول لك ده انا زمايلي انتقل لمدرسه تانية، انا عاوز امشي المدرسه واروح لزميلي، لا انت دلوقتي كبير وناضج، حاول انك توسع الدائره بتاعتك وخلي عندك ثقه بنفسك انك تكمل حاجه انت مستمر فيها وحابب انك تعيشها، وربنا يوفقك باذن الله. واستثمر الفلوس دي ان شاء الله في تعليم لو انت بتقبض مرتب كويس، علشان ينقلك لوظيفه اكبر، مش شرط جوه مصر او بره مصر، ولكن حط دايما بلان نفسك للتطوير. مش معنى انهم مشيوا انك تحصاب بالهلع، هدئ من نفسك وقول يا رب والارزاق على الله.